الحق اليوم هذه الوقفه ديالنا كتجي في اطار تنصيب الى بغيتو ولا احداث المجموعات الصحيه الترابيه. حنا لحد الان ما بلناش في الحوار، كيبان بان الحوار فيه ضبابيه، لحد الان ما بلناش في الحوار شي حاجه اللي كتبين بان هذا المرسوم تسحب، ولا هذا المرسوم ما تسحبش راه باقي كاع داكشي اللي كيدار في الحوار كله حنا كنسميوه ضبابيه. اولا، ثانيا ان الحوار ما فيش المصير ديال الاخوان في المراكز الاستشفائيه الجامعيه. الان الاخوان في المراكز الاستشفائيه يجب ادماجهم هكا بالواضح في الصندوق الوطني للتقاعد سيمير، لانهم غادي الا غادي يدخلوا في مجموعه صحيه خصهم يكونوا بحالهم بحال الموظفين ديال وزاره الصحه. وفي المحضر ما تمش بالواضح ادماج مستخدمي المراكز الاستشفائيه ثانيا او لا ثالثا، وهذا هو المهم. هو الى جينا الجانب التعويضات، فالتعويضات حشومه نهضروا على 1500 درهم للموظفين ديال وزاره الصحه، لان الموظفين ديال وزاره الصحه هم موظفين اللي ضحاوا في كورونا، اللي ضحاو في الزلزال ديال جهه مراكش. وانتم تعرفون بان المغرب نجح في كورونا احسن من الدول الكبيره اللي عندها تاريخ فيما يخص ميدان الصحه. باش نجح المغرب نسحب بفضل هاد الموظفين ديال وزاره الصحه. الان حنا غادي نزيدوا في الاعتصامات ديالنا، حنا كنديروا مسيره وغتكون هاد المسيره كبيره الى حين تحقيق المطالب. والسلام عليكم.